المصريات قبض عليهم لأنهم خلف التصاريح وأنظمة الحج السعودية. ونرجع نشوف بعد كده صور السيسي. بصوا يا جماعه، احنا يعني عشان نكون بنتكلم بواقعيه شديده جدا في هذا الموضوع، طبعا احنا مع ان اي دوله في الدنيا ليها نظام وليها سيستم بيتطبق، النظام يتطبق على الجميع. ولكن خلونا نسال، يعني انا طبعا مش مع اهانه اي حد مصري او غير مصري اثناء القبض عليه او اعتقاله او توقيفه. ولكن في نفس التوقيت انت كبلد دلوقتي عامل نظام وسيستم للحج، اي حد بيخالف بيتم توقيف هذا الشخص المخالف واتخاذ الاجراءات القانونيه معاه بشكل يليق ان احنا برضو في موسم حج وشعائر دينيه. ونسال نفسنا السؤال الاهم بقى بعد اللي انا قلته ده، هو الناس دي ليه خلفت القوانين؟ اولا الناس دي هتلاقي الحالة الاقتصادية مأثرة عليهم جدا، وقعدوا اللي مثلا طلع عمل عمرة وتخلف إلى مناسك الحج، ومشهور الواقعة دي بتبقى مشهورة جدا في مثل هذا التوقيت. يقول لك إيه، الناس بتروح قبل موسم الحج بفترة يقدموا على عمرة ويقعدوا يتأخروا عشان يعملوا موسم الحج، لأن هم التكلفة المادية بتاعتهم ما يعني أو الحالة الاقتصادية مش هتقدر يعني مش هتخليهم يقدروا أو يستطيعوا ان هم يقوموا بهذه المناسك. بس احنا لازم نرجع برضو ونقول ان يعني اركان الاسلام الخمسة فيما يخص الحج تحديدا لمن استطاع اليه سبيل. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى وديننا الاسلام ادالك الرخصة، انت ما تحطش نفسك في موقف المخالف حتى لو كان عندك ضغط وعندك حالة اقتصادية مش عارف ايه والكلام ده كله. انا ما اعرفش بقى المشايخ يفتونا في ده شرعا يجوز ولا لا يجوز انك تتخلف وتروح وتؤدي مناسك الحج، انا معرفش ده في الشرع حكمه ايه، وانا مش شيخ عشان اتكلم في القصه دي. لكن انا بتكلم بشكل عام، الناس دي حالتها الاقتصاديه زي الزفت ونفسهم ومشتاقين لزياره بيت الله الحرام فبيعملوا كده. فانت بصراحه الموضوع رخم، ولكن في الاخير يتبقى ان عبد الفتاح السيسي لازم يحل القصه دي ويحلها مع المسؤولين في السعوديه، والناس خلاص خلفوا يتم توقيفهم بشكل محترم ويرجعوا، او بقى يعني يحصل اي حاجه بشكل ودي بشكل محترم ان الناس دي لا تهان وما يتمش بهدلتها. وانا ما احبش اسمع بكاء امراه مصريه في هذه يعني في هذا المشهد.